حسين الشحات له خاصيه مميزه جدا في كاس العالم للانديه، كونه شارك مع العين الاماراتي في البطوله قبل كده وخد الميداليه البرونزيه. قال حسين الشحات ان المشاركه في كاس العالم للانديه بصفه مستمره وتحقيق ارقام قياسيه دايما ما بتحسب للنادي الاهلي، واحنا دايما بنسعى كجيل ان احنا نكتب تاريخ جديد لينا. قال ان احنا بنسعى لتحقيق المزيد خلال الفتره اللي جايه. وقال حسين: انا حققت مع نادي العين الميداليه الفضيه، كان انجاز كبير جدا بكل تاكيد، كنت سعيد جدا بده. مع النادي الاهلي حققنا الميداليه البرونزيه مرتين، بنسعى المره دي لتحقيق انجاز افضل ان شاء الله. وقال ان انا باعتباري هداف الجيل الحالي من لاعب الاهلي في كاس العالم للانديه، ده بيديني مسؤوليه اكبر وبيخليني دايما اسعى الى تحقيق ما هو افضل. لكن بشخصيه الاهلي وبثقافه الاهلي رجع حسين بيقول لك: انا المهم ان انا اساعد زمايلي على التسجيل واساعد الفرقه ان شاء الله تعالى على المكسب. قال حسين الشحات: الاهلي نادي كبير وعظيم، عنده احسن جمهور في العالم من وجهه نظر ومن وجهه نظر كل الناس الحقيقه. قال حسين: الجماهير دايما بتدعمنا، دايما بتثق فينا، دايما في ظهرنا، ومن خلال ده انا باكد لهم ان احنا هنبذل كل مجهود لينا في جده علشان نسعدهم باستمرار. ابرز الاحداث في مشواره خلال مشاركته في كاس العالم، قال حسين الشحات انه كاس العالم للانديه بتشهد مباريات قويه، لكن ابرز المواجهات بالنسبه له لما لعب ضد ريال مدريد. هو لعب ضد ريال مدريد مرتين، مره وهو بفانيله العين الاماراتي ومره بفانيله الاهلي في البطوله الاخيره. قال حسين ان جمهور الاهلي في كل مكان بيساعدنا ويساندنا، في السعوديه زي ما حصل في الامارات وزي ما حصل في المغرب وزي ما حصل في قطر، باستمرار جمهور الاهلي في ظهره.